هلا طيب هسه اخر مره، اسمع اخر مره ارجع اكتب الباسورد. اوح مين رمى قنبله لوس يا نوب؟ الحمار. طيب هسه شو ناويين تعملوها بالتخفي؟ تقريبا اي عارفين نظام اللعبه يا شباب ولا لا؟ ندخل يا نسوي ستيلث يا نحرق ام الدنيا. اسمع هسه مبدئيا الستيلث بنصها صعب، لازم تبلش تطخطخ لانه راح تنكشف اولا عن اخرا. فالفكره انه وشوف شوف لازم نحصل مكان مناسب نحط فيه قول معاي الجثث. هسه ماشي الجثث مش حوار، الحوار تبعنا انه انت اسمع اذا عملتها ستيلث بنصها راح تنكشف 100%. انا قد ما حاولت انكشفت. ايوه فاذا بدك بنخش سطخ، انا بشوف انها احلى. لا 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 خلي بعدين، خلي ستيلث اول شيء، خلي استكشف المكان. يلا تمام خلينا نستكشف. يا حد بوت معانا. طيب اسمع اسمع اشرع الكاميرات، اشرع الكاميرات، شوف الكاميرات. هذا الكاميرا، الكاميرات الكاميرات اللي هون على الفاضي، الكاميرات اللي هون ما بتعمل لك شيء. تعالوا معي، تعال يا لوسي. اسمعوا مبدئيا هسه، استنى استنى شوي، استنى شوي، استنى شوي. سكر سكر الباب، سكر الباب. اسمع انا راح البس القناع تبعي تمام. لا لا دقيقه دقيقه دقيقه، قبل لا تلبس قبل لا تلبس ابي اسوي شيء. تعال يلا روح. بلف بلف انا من ورا تمام. تعال فوت هون، سكر الباب وراك. اول شيء لازم نعمله نفتح هذا. اسمع هيني راح افتح الهاتف في حارس شفتو. طيب هسه لوسي شايف هاي الكاميرا؟ هاي الكاميرا وهذا الشرطي ممنوع يمسكوك، اذا مسكوك بقول لك اطلع برا. الكاميرا الكاميرا بتفضحك على الاخر. الفكره انت هسه بدك شيء يمسكك. اوكي قاعد افتح الشباك، قاعد افتح الشباك. في واحد عنده مستندات مهمه بنط عليه. اوكي لازم البس القناع عشان اسوي سنين. القناع مشان تطلع سلاحك. لوسي اجاك الشرطي دير بالك. اسمع كروم الهطف ما مسكني شباب، طالع انا. اوكي ما شاف ما شافني. اكبس اكبس اف عليها، ولك اكبس اكبس اف على الراديو بلاش ما يجيك شرطي. دقيقه دقيقه خليني اسوي التيك داون هذا، علق مدري ليه. عندك بطاقه، عندك بطاقه. هاي اسمع انا معي البطاقه الحمراء تمام. ايه هذا خله قيده، هذا خله قيده عندي. واحد المدير مدير البنك. اسمع هذا قيده اتوقع هسه بيفيدنا هذا. بعدين اسمع نهرب فيه عن طريق الشرطه تمام، اذا جون الشرطه ناخرهم. وصلت فلوس هلا افتح هذه. عينوا لك على شيء هسه شايف علامه الاستفهام. علامه الاستفهام اللي عند الباب روح عليها. حصلت كاش، حصلت افتح الباب كاش. افتح الباب الصغير. كيف تحط الكاتم المسدس؟ لازم من اول اللعبه تحطه. اخ ما حطيت. اسمع هذا خليني اقتله انا. لوسي روح شايف هذا امسكه وتعال. سكتوا سكتوا. خل اربط هذا من الكلب عشان ما يهرب. ربطته. سكت. اسمع قاعد اربطهم، قاعد اربطهم انا. اسمع ربطهم كلهم. اذا ما ربطت حد بيكشفونا. هذا ربط. طيب حلو يا لوسي. سكرت الباب. طيب في موظف، في موظف معنا. كشفوني كشفوني. ما شافنا ما عليه. لوسي لوسي فوت جوا، فوت جوا، فوت جوا بسرعه، فوت جوا، فوت جوا. وقف ديفيد، ديفيد فوت جوا، فوت جوا هون 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 بسرعه بسرعه. امسكوهم امسكوهم قبل ما يكشفونا. هذا ربط ربط الموظفين، ربط الموظفين. في واحد كانه كشفنا. لا لا خلاص بس اهم شيء ما يكبسوا كبسه الامان. طيب هسه في واحد بعد، في واحد بعد. وين وين اقتله؟ لو اضطريت تقتله اقتله. لا يبعد. لا يا رجال ما يدري ايش السالفه، قاعد على الكمبيوتر المسكين على الديسكورد. طيب تعال تعال يا كروم، تعال برجيك هالشغله تمام. هذا امس سبراني عندهم. طيب هسه بدك تيجي هون شايف الباسورد هاب؟ اي بدنا نقص نقص الباسورد. هاي اسمع شايف البصمات اللي عليه؟ عليه بصمات. اي بدك يا تتوقعها يا اما هسه بيقولوا لنا كيف نلاقيها، بس انت اكتب باسورد من عندك على البصمات. 970. دير بالك الشرطي اجى او يشوفك. هي هون ذات ذا رونج كود. اوكي خليني اروح هسه على الكمبيوتر اشوف اذا بقدر اطلع. شافون شافون شافون. ارجع 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 ما اشوف. اوعك يكشفك. اي هلا لقيت الرقم. اخر مره اسمع اخر مره ارجع اكتب الباسورد. اوح مين رمى قنبله لوس يا نوب؟ الحمار. شو هذا؟ ايش قاعد تسوي؟ يفضح عرضك يا لوس. والله بالغلط. كيف هسه شوفوا هسه الخطه كالتالي تمام. خطه مبعصه. بدنا نطلع الروف الاول هذا على الطابق الاول. قاعد 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 دقيقه دقيقه قاعد امسك قاعد امسك قاعد امسكهم. بعدين اسمع لا يهجمون علينا دولة ما عندنا طلق كثير. طيب هسه بدنا نستنى الاكيوبمنت تبعون الثيرمايت بس ينزلوا بدنا نحطهم هون خلاص. هيو تريد وان هوستج تو ديلي اسل. استنى شوي خلينا نعمل هاي تريد اسل تمام. هي بدلنا واحد. تبدلت واحد في معنى. في معنى وقت 60 ثانيه.
60 ثانية. اسمع خلي ظل نسوي تريد لما اقول معي الثيرمايت هذا ينزل بالضبط بالضبط. لا ما عندي طلق كثير. نعمل لثلاث اي واحد. طيب هسا بدنا نكولكت الثيرمايت. اوكي روح جمع الثيرمايت هسا. بس ثبت النار مكان اللي هو معطيك اياها. هذا هو هانا بس ثبتها هانا. ايوه هانا حط اعمل وشو اسمه تريد للهوستج بسرعة. اعمل لخمسة بسرعة. لا يمنع عن عرضه. شلون دخلوا خلاص دخلوا راسه بحل. دخلوا اللعبه علقت. بعدل السيف. الشرطه بلش تخش. هذا انت. اسمع فوتوا جوا قاعدين بيطفوا الهاي. يطفوا الثيرمايت. اقتلوا الشرطي الهاكر هذا. اروح احصل زياده مصاري انا هيني جاي. احموا المداخل شباب احموا المداخل. السطح جونا. اوه يا ساتر ايش هذا. ايش لوز ظلك ارمي قنابل انت لوز. نخلفهم بسرعه. حطوا الثيرمايت هون كمان. يلا جوني ما عندي بالدرجة. هاي مايو لوس عندي تعال. الدرج صاير فيه والله. جوني من درج فوق. هاي ناديت الاوفر كيل ويبن انا. حلو ليه معوق فيه. اوكي انت ادخلوا يلا. اسمع استنى لا تفوت ثواني دافيدو استنى ارجع ورا هسه هون. اذا دخلنا بزياده بصير كله شو اسمه. استنى تفوتش تمام ثواني. هيو خلص صارت حبر خرب نص المصاري. خلص شرفه مصاري قلت قيمتهم. لا بشرفك شو كان المفروض اسوي. شايف هدول تعال شوف هون بيكون شايف. هاي طلع علي هاي الخضره لازم تطفيها. هاي بس هي بتشغل الحبر. يلا اكسيت ولا شلون. فويت ريستارت. لا فويت ريستارت. طيب اسمع هسه نرجع نعمل. احنا مشكلتنا شنو. قنبله لوسي. احنا لوسي الله يخزيك. ولا انت كان طلعت كلمه السر. اسمع بتعرف البروجرس اللي احنا عملناه كثير سفاح انه ما انكشفناش لما وصلنا للخزنه. شيء كثير صعب. وبعدين ورا ما رميت القنبله ضلينا نسوي تريد بس اخر شيء مباصل تريد. ياب المفروض. بس يلا مش الحلو انه رميت لما كنا ثلاث متجمعين يا شفت كيف. لا المشكله انا كلها انا وسوم صفرنا بالقنبله. من رماها؟ انه مين رماها جد؟ وهذا محقير بالزمن. بس بدي اكبس كبسه مش عارف شو كنت بدي اكبس. اخ القنبله قاعد تشوفنا كلنا بس ومسوي مجنون بعد قاعد الزاويه مسوي مجنون. شباب انا راح ادخل داخل. لوسي انتظر برا. الخطه الخطه هاي بقول لك اياها كثير سفاحه. بس اعملوا للي بالاجتماع تايد اب كلهم وبس اقتل يا رجال. في شرطي يجي فلانكر يعني اول مره يوم سويته ما جاء فلانكر. طيب اسمع تعال انا عندي فكره. فوتوا معي تمام. ايه تعالوا بسرعه. لا تسكروا الباب استنوا. تعالوا اعملوا تايد اب للي عندي سريع. يلا اعملوا تايد اب اعمل اللي عندي هذا. هي ارمي انا ما حتكشف. فوت على المدير يا كروم. تعالوا معي لوسي تعملهم تايد اب هذول. الشرطي لا يكشفني. الشرطي هذا اللي من فوق من وين اجى؟ ظبطت الامور. خلي شيله حطه بمكان مغلق. لان الشبابيك حيلك والشبابيك عند المدير. اسمعوا في شرطي جاييني دير بالك. في شرطي راح يجيني هسه عم بيعمل سيرشنج. اسمع بدي امسك الباب. تعرف شو تعمل انت؟ شو اسوي؟ استنى جوا هذا جوا. شفته بعرف. فوت اعمل تايد اب للي جوا يا ديفيدو بسرعه. اوكي ربطتهم هذولا. حلو في حارس تحت. في حراس تحت. خليك لا تعملهم شيء. تعملهم بس ورجيني انا بعد بالسايلنس. تحت. طيب انا عندي فكره. اسمع تعال كل واحد فيكم يجي معي بسرعه.
هسا المدير انا مره جربت على وجهه ما زبطت تمام، بدنا نجيب واحد من هذول نفتح الخزنة بوجهه. مين ممكن اكثر واحد يكون فيهم مضمون انه يفتح فيه؟ اعطيني هاب، هاب خليني انا اخذه. واحد جيبوا جيبوا كمان اثنين بتشكوا انه ممكن يساعدوه. لا لا هذا هذا المدير، هذا المدير صح، تذكرت هذا المدير ولا كذا المدير وينه؟ هذا هذا يا رجل والله نسيت هذا. يب اربط اربط ارجع اربطه. يلا صاروحوا على المانجرز بيسيلو سنقلني الباسورد. اربع كودات عطتنا اعطونا. ايش ايش بسرعه نقلوني اي واحد. 0585 0 لا ما في 0 هي اسمع 0792 هذول لازم يكونوا موجودين بال 0 7 اي 2 0 9 7 دن. يلا ماشي فوتوا فوتوا معي على الخزنه سعدين. ندخل شوي شوي. اسمعوا هذا الباب فتح ديروا بالكم. طيب هسه لو تعال تعال اورجيكم شغله. اسمع تفوت تمام، هسه بدي احاول افوت بالخفيه جوا وادمر الحبر. حلو. ما بعرف اسمع مش متاكد كيف ادمره بالضبط، كثير صعب الموضوع بس راح احاول. استنى 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 ما بعرف كيف بالضبط. disarm the die backs. استنوا شوي دفوت بالعقل تمام. لسه لسه بعد لسه بعد. ليش ليش هينا عادي عادي اسمع ما ما بسيرش بسيرش فيهم اشي يعني. طيب بس ايش بدك تسوي؟ بدك تجمع المصاري تمام، جمع المصاري لوسي. تعالوا من هذا الباب اوكي، من هذا الباب تعالوا حطوا المصاري هون، حطوا المصاري هون. لا 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 تفتح الباب، لا تفتح الباب يمكن يكون في شرطي لسه ما قتلته اللي ورا تمام. استنوا يلا. شوي بس تعالي. لا لا طيب اسمعوا هسه تعالوا شوي بدنا نشلح هذول الهاي تمام. تعال شلحوهم معي. مين هذول؟ هذول فضلك فكهم افتحهم كلهم، بيطلع فيهم جويلري، بيطلع فيهم مصاري، بيطلع فيهم كل شيء. اوكي نقدر نفكهم. بيطلع فيهم مستندات، بيطلع فيهم كل شيء. انا اخذت مستندات، هذه فلوس من اي بوابه؟ هاي الحمراء اللي عندي. تأكد شلون نرمي القناع؟ ما بتقدر تشلح، ما بتقدر. اوعى تكبس جي مشان تشلح، اوعى بترمي قنبلة. اوعى يا لوسي نار ربك. عادي. اسمع اطلع اطلع زي بقدر بجوز تطلع هيك. خلينا نسوي سريع 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 خلينا نسويها. خلص خلص يلا يلا روح روح روح. روح. سريع سريع. انكشفنا هي فيش سلث للأمانة، لأنه لأنه أولاد الكلب اللي برا. اقتلوه اقتلوه، أي حبة تشكوا فيه بيرن اقتلوه. اوكي سكر هرب. يلا هسه بدنا نطلع فوق. حلو بدنا نطلع فوق. لا لا البوت اللي معنا بكتب الهوستج بهاي بالنيل. تعال 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 هناك. ايوه هناك ايه هذا قدامنا. بدي روح يطفي اللي هذا. يلا هذا رايح انا على الغاز. يلا بطفي اللي هون. سكر ام الشارع. اهرب 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 شوفوا تهربون احسن. في سنايبر ديروا بالكم. تعال لوسي خليك وراي مشان تعمل الريفايف اذا متت. بروح اجيب هيل. طيب لوسي لوسي جيب اخر شنطة مصاري بسرعة. في في هيل في هيل. لا ضايل شنطتين. تعال دبدو دبدو خد شنطة. لوسي تعال تعال خذ اخر شنطة. معاه معاه شنطة لوسي. لوسي وينك وقت؟ تعال باخر شنطة يلا. خلنا طفي الكهرباء. طفيت الكهرباء خلاص نقدر نهرب. لوسي في كهرباء ثانية لازم نطفيها. لوسي الو في شنطة غير اللي معاي. في شنطة غير اللي معاي. نروح جيها في بالارض في بالارض. جبت اسلحة قوي جبت اسلحة قوي. خلاص خلاص خلصنا خلصنا. خلصت تعال وقف. ازمنوا ازمنوا غادة نجي. لا 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 تعال تعال وقف. لوسي ارجع 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 خلنا نسكت. تعال تعال ادخلوا. خلاص هربنا. لا والله ما هم حلو والله جدا جدا جدا. اسمع لسه المهمات اللي جاي كثير احلى والله. شكلي راح اسوي سلسله. روح كل الاكياس عندنا. انطوني 150 الف قبل قبل انطوني انا 200 الف وما اخذنا كل الاكياس تصدق؟ لا لانه اول مره بتلعبها بيعطيك المصاري كامله، بس تطلق تلعبها بيعطيك. ايوه بس يقول لك نص القيمه راحت. والله اسمع اذا جاء كابتن بلاك ادخل واطحن. ما في ستلت والله ما في ستلت. تقول في ستلت يقول لك اوكي اول ما تبلش المهمه تحصل قاعد يطخطه. 7 8 8 8 والله نختمهم كل هنا تبي. يب يب صعب يعني. خلاص خلاص هذه تصير سلسله قبل جامعه نختمها. يب يب انا جاهز زي اتوقع لوسي جاهز. تمام حلو يلا اوكي شكرا على المشاهده، اتمنى انكم استمتعتوا وحطوا لايك وشير يا رب الشباب. لايك وسبسكرايب ومع السلامه.